في المرح، زعرور، كركور، دودو، تعالوا لعندي بسرعة بسرعة. مين بده شوكولاتة أحمد البطل؟ حاليا اللي بيجيني رح أعطيه اللي بده إياه. تعالوا، وينو ذول؟ لا لا لا، وينو من الأطفال؟ وينو؟ لا نسات. أكيد زعرور كركور في مأزق كبير، لازم أخبرهم يوصلوا بسرعة هون. خليني أرن عليهم. ألو ألو يا زعرور. ألو ألو يا ليلي، شو بتسوي؟ لسه كنت قاعد بضرب في الراح البقالي هذا عشان بدنا شوكولاتة أحمد البطل وما عنده. تعال بسرعة أحمد البطل بدياك. ايش؟ واطلع من المقر السري. طيب طيب، يلا دودو، يلا كركور. لا مستحيل، وينهم هذول؟ وينهم؟ انا مش عارف وينهم، وين بدهم يكونوا؟ انا مستغرب كثير. من وين طلعتوا انتوا؟ لا 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 تجي يا دودو. من وين طلعتوا انتوا؟ لازم انا انزع هذا التاج وهذا الجناح. من وين طلعتوا؟ ايه ولا من مكان، ولا من مكان. بابا بابا، من وين؟ شوكولاتة احمد البطل كنا نبحث عنها. ايش بتحكي؟ ايه ولا شيء. ابتعد ابتعد. وين دودو؟ هيا قادم، بس لف وجهك ثواني. ها هيني انا ابدا لف وجهي. يي بسرعة 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 يا دودو. يلا يلا يلا، شوفي شوفي. ايه لا ولا شيء ولا شيء. تعالوا منحنكوا، وصلتوا هون انتوا الثلاث. وين كنتوا؟ ايه ولا ولا مكان، في غرفتنا يا بابا. شو الان؟ شو لازم احنا نسويه؟ انا بصراحة شفت ثلاث وحوش اشرار كثير كثير، ثلاث الى اربع وحوش. كم من وحش يا بابا؟ انا مش فاهم اي كلمة، شو قاعد تحكي؟ اليوم انتوا قدا اتقاتلوا اربع وحوش من اقوى الوحوش اللي موجودين بالعالم. لا يا بابا، اذا انتوا بتقتلوهم رح تاخذوا شوكولاتة احمد البطل. طبعا. اذا اسمعوني، انا لا رح اعطيكم مواقع وادوات واسلحة، تروحوا على هاي المواقع وتقاتلوا الوحوش الشريرة اللي فيها، واذا قتلتوا الاربع وحوش رح اعطيكم شوكولاتة احمد البطل. انا موافق. يلا طيب تجهزوا. يلا. وبعد قليل هذا ما حصل. هي هي، لازم الموقع يكون هون. اوه يا زعرور، ما في اي شيء. هي ما في اي شيء. شوفوا شو في قدامكم. واو، شو هذا الكهف؟ يا ماما انا خايف كتير. وانا كمان. هي احنا قطعنا كل هاي الطريق، ما بدنا نخاف. كل واحد فينا اكل شوكولاتة احمد البطل، والان عنا قدرات خارقة. 100% احنا اكلنا شوكولاتة احمد البطل. الكل الان قلبه من حجر، وكلاتنا لازم احنا نكسر الخوف، لان شوكولاتة احمد البطل اكلنا الان. يلا يلا يلا، اذا انا ليتس جو. يلا ليتس جو، لازم احنا ما نخاف، لان كان شوكولاتة احمد البطل اي واحد بياكلها بيصير بطل 100%. يلا خلينا ندخل الان. يلا ليتس جو، خلينا نشوف. يا ماما بدات اخافي. في معك كمان لوح شوكولاتة احمد البطل؟ للاسف لا والله ما معي. لو اكلت انا كمان لوح كان بقدر ادخل هون واكسر الاخضر واليابس. يلا كنا واحدة وهذا كفاية. يلا اذا. واو، شو هذا؟ شو هذا المكان؟ والله انا لو بعرف رح احكي لكم. زعرور، مكان كتير مرعب، كل ذاته ثلج بثلج. والله يلا اذا انا، خلينا احنا نحرك. هاي معاي الدراع، وهي معاي. بدي انا اظني متقدم الى الامام، ما بدي انا اخاف ابدا. يلا تعالوا تعالوا، خليني انا ادخل هون.
اي شو هذا؟ انا هو العملاق الشرير. هي يا ماما يلا نقتله. لا 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 ابتعدوا، الان رح تشوفوا انه احنا ما رح نتأذى ابدا. اي يلا 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 اطلقوا عليه، كسروا راسه. يلا اني كسرت كسرت. يلا يلا يلا. شو هذا؟ حاليا زعرور وكركور ودود الابطال بيقاتلوا في اول وحش. انا حبيت اني احكي لكم شكرا لكم يا ابطال، لانكم انتم بتطلبوا من شوكولاته احمد البطال ثلاث انواع. النوع الاول نوع احمد البطال، الثاني زعرور البطال، الثالث هو نكهه سوس البطله. انا حبيت اني اتشكركم كثير كثير، اكثر من 10,000 لوح شوكولاته احنا بعنا ولسه بدنا الملايين والملايين. الكل حكى لي انها ألذ شوكولاته بالعالم، فهي اذا انتم ما لقيتوا اي شوكولاته عندكم في المنطقه اللي انتم موجودين فيها لازم تطلبوها عبر الموقع الالكتروني، المتجر الالكتروني الخاص في احمد هيرو. اطلبوا مثل ما انت شايفين، هذا هو المتجر الالكتروني، اطلبوا بغضون اقل من 3 ايام بتكون الشوكولاته واصله عندكم. يلا وانتوا لازم كمان تطلبوا من البقالات والسوبر ماركتات شوكولاته احمد البطل. حماس مش طبيعي، اطلقوا عليه. وابا احنا ماكلين شوكولاته احمد البطل. انا وحش واتمنى اني اكل شوكولاته احمد البطل، فانا الان بدي اكلكم عشان اكل اللي في بطن كل هي شوكولاته احمد البطل. ايش هذا؟ هذا كثير قوي. اوه والله انا لحد الان ما قدر يلمسني ولا اي لمسه. ها زيك ممتاز. ايش هذا؟ هي لازم احنا نقتله. اطلقوا عليه الاسهم، اضربوا بجميع الاشكال والالوان. ايش هذا؟ والله قوي. يلا معي انا هذا الدرع، تعال عندي اذا انت رجال، تعال عندي اذا انت قوي. شوفوا معي الدرع الاسطوري هذا، تعال 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 اتحداك تصيبني، ما راح تقدر. الا لا انا وضعت انا هذا الدرع مثل هيك. انا لا لا اريد ان اكل بطونكم لكي اكل شوكولاتة احمد البطل. يلا يا زعرور لازم نقضي عليه 100%. يلا لم يتبقى الا القليل والله العظيم. يلا بسرعة. يلا خلصنا خلصنا. والله يلا يا حبيبي يا حبيبي. واو قتلنا. ياي في اشي هون اقدر انا اخده تذكار او اي اشي؟ زعرور ايوه. واو يلا خلينا ناخذها ونروح على التحدي الثاني. ليتس جو. ياي وبعد قليل هذا ما حصل. يلا يلا هينا وصلنا على الموقع الثاني. والله يا زعرور شي مرعب. هي يلا خليني انا بدي اشوف. ايش هذا المكان؟ يلا ماكلين شوكولاتة احمد البطل، احنا ما منخاف. نعم احنا ما منخاف. شوفوا ايش صار معي انا، هاي العصا اللي بترجع لي بكل سهولة. هي لحد الان ما رجعت لك؟ لا يا رجعت لي. واو شو هالشطارة. نعم وهذا البوشوف بيحرق الكل. يا سلام ايش هذا اللي قدامنا؟ يا حلولو هذا هو التنين الناري. انا اللي علي اني اسوي زيك وزيك وزيك وزيك، اضع هاي في هذا المكان واضع هاي في هذا المكان. واي واي انا
اسمعونا. يلا نقتله. اي هي شو هذا؟ يلا لازم نقتله احنا. اي ايش هذا القوي مش طبيعي. والله شو هذا يا عالم؟ هيني انا جالس برمي عليه العصاية الخاصة فيي. يلا هذا اقوى من اللي قبلي. والله شايف شو هذا؟ والله شي غريب عجيب. يا حبيبي من اخطر واكثر الوحوش خطورة بالعالم. انتبه هذا التنين الناري. والله شايف منيح انك حكيت لي. ولك ولعني هذا. هاي تنين ناري متناري شي مرعب كتير. تاكل شوكولاتة احمد البطل. انا بدي اكلكم لاني بحب شوكولاتة احمد البطل. تخيلوا حتى الاشرار تحب شوكولاتة احمد البطل. يلا هيا رجعت لي العصا. هاي ذعرور. اي يا حلولو. ايوه ارجعي لي عصا. هيا قادمه بالطريق. شوفوا شوفوا لما ترجع لي العصا زيك. يا سلام. انتبه انتبه يا سكان قاع الامور. هي مجنون نون قاع الامور مين والناس نايمين؟ خليني ارمي. هاي يلا يلا نذبحه هذا التنين النار الشرير. يلا بام بام بام. ايش هذا ايش؟ والله اني قاعد بحاول اني اقضي على هذا التنين. لازم نبعد عنه شوية. ها يلا. لا 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 ما بدي يحرقني من النفاثات تبعته. ايش هذا ايش؟ انتبه هين انا اطلقت عليه. هين انا قتلته. يسعد ابوك. هاي قتلته بقوتي الاسطورية انا الزعرور الرائع. رح نثبت للعالم ان احنا اساطير. يلا الان بدنا ناخذ الرأس تبعه ونروح على التحدي الثالث. ليتس جو. اين وصلنا؟ والله زعرور بس شو هذا المكان؟ والله شو الان رح تشوفوا. خليني اخذ هذولا الاشياء زي ما انت شايفين. وبضع الدايموند وبضع كمان هذه الاشياء. ضع ضع يا غالي ضع كل شيء. هيني انا وضعت كل شيء. شو رح يطلع لنا الان؟ توتر. شوف وين احنا انتقلنا. وين وين؟ انا اذا عارف انت عارف. خذ هاي الطوبة. هي انا بدأت اتورط. اتتورط؟ اتوتر اقصد. يلا يمشي يمشي على الزجاج لانه بتسرعكوا. طيب هذا مش زجاج. ايش هذا طيب؟ يا حبيبي. شو هذا احنا وين؟ والان حان وقت الخطر. الان بدنا نشوف اذا رح يقدروا يقضوا على هذا الشرير او لا. ايش هذا؟ ايش؟ لازم نقتل امه. ايه نقتله هو مش امه. شو دخل امه؟ يا ماما. كتير خطير كتير مرعب. هيني قاعد برش عليه رصاصات النيران زي ما انت شايفين. بدي اكسر انا البوع عليه هذا الغبي. اكسر راسه. يلا بام. ايوه اعطيني اياه بسرعة اسرع بدي اياه. لا 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 لا. ايش هذا؟ انا اذا كنت عارف انت عارف وين. اي 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 ايوه تعالي تعالي تعالي. هيني قاعد بطلق عليه. انا مستخبي في هذا المكان. بام بام. لازم نقتله. قوي كتير انتو تطلعوا.
شو هذا؟ هذا انت عارف انا عارف. شباب ساعدوني، والله ما عمري شفت اصعب من هيك، من هيك تباس. والله وانا كمان. بعد عني بعد عني، ابوس قدمك بعد عني، بدي اشوفه من المنظور. وينه وينه؟ هيا هيا طلعوا كيف شكله. هي اقتلوا اقتلوا. والله اني بحاول. ها ها يا حبيبي، كان باقي لدمه. هي شو مش شايف؟ هي انت مش شايف؟ طبعا مش شايف، كيف الواحد بده يشوف دمه؟ يلا خلينا نطلق عليه. طلعوا طلعوا، والله انه مرعبه. خليني ارمي عليه. هاي يا سلام، يلا وحدي. هاي ارجعي لعصاه، تعالي عصاه برمي عليه. هاي يلا هيو 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 مات. ياي يا حبيبي رجع عاش. لا لا لا، يلا الان شوفوا كمية رعش. شو هذا؟ زعرور زعرور رجع، لكن بنسخة اقوى من قبل. هيني والله بحاول اني اقتله. شوفوا كركور المسكين، اطلع وين بيطير المسكين. مو سوى عاصفة، والله سوى عاصفة. شايف؟ والله شايف، لازم نقتله. ها هيني قاعد انا بطلق عليه زي ما انتم شايفين. شوف طلقات السرعة 1 2 3. واو شفته، هينا قضينا عليه. يا يا قضينا عليه، يا يا قضينا عليه. بام بام برجيم بام يا بام بام ياي قضينا عليه. يلا خلينا احنا الان ناخذ رأسه مثل الرؤوس هاي، بعدين بتعرف وين بدنا نروح. بدنا نروح على افضل مكان اللي هو المكان الرابع. يلا واو هينا وصلنا للموقع الرابع والاخير. يلا زعرون لازم نطلع على هذا البوس 100%. فاللي راح نضعه الان هذا الاشي. ايش هو هذا الاشي؟ لا استنى شوي، كركور. نعم نعم، هي لازم اني اضع هذا. تمام هيني وضعت الحبر. تاني اشي انا بدي اضع، بتعرف ايش هذا؟ طيب تالت اشي انا بدي اضع هذا. رابع اشي احنا متخربطين. لازم المخلل تبع البحر. 100% لازم مخلل تبع البحر، منلاقيه بالبحر. يلا طيب خليني انا اقفز زي هيك، خليني انا شو هذا؟ يلا ننزل بالبحر ونبحث. يلا والله اني قاعد انا ببحث، لكن انا مش ملاقي اي اشي. هذا مخلل البحر صح؟ نعم مخلل البحر، لكن الى حد الان انا مش ملاقي مخلل البحر. حتى انا وانا كمان احنا اخطينا بالعنوان. ايش هذا المكان؟ انا مش عارف اشوف اذا في مخلل هون هون. خليني انزل انا تحت مثل هيك واشوف. ما في ما في زعرور. ايش يا كركور؟ والله اني قاعد انا ببحث عن مخلل البحر مش لاقي ابدا. هيني جبته جبته زعرور، جبته انا. هيا معاي معاي. ها هينو ممتاز تفضل. ياي مثل شو هذا؟ هيني انا وضعته، بس شو هذا؟ لا يكون تحت المية. تحت المية ليش تضربني انت يا كلب؟ والله مش عارف. هذا شكله اقوى واحد. ماما ماما التحدي الرابع والاخير. يلا لازم نقضي احنا على هذا الخرش. مش عارف شو هذا. شو هذا يا كركور؟ هذا افعة البحر ولا شو؟ اذا كنت انت عارف وانا مش عارف
فانا اعشق التحدي. هاي شو بتحكي انت؟ ولك ايش بتخبص؟ ان كنت ادري وانت تدري فانا اعشق ايش اسمها؟ انت كنت قدي وانت ضدي فاني اعشق التحدي. لا لا ايوه ايوه يا بطل، هذا دودو البطل الاسطوري، يلا نقتل هذا الكلب. يلا رشاشات وينه وينه؟ اخبطوط هذا ولا ايش؟ والله مش عارف، اخبطوط اخبطوط. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما، هيني قاعد بطلق عليه مليون رصاصة. هذا شكله انا رح يروح من عندي، البو رح ينكسر. طلعوا هيا، صار نصفه تقريبا او ربعه، اقل من ربعه والله. زعرور اطلق اطلق ولا تبالي، اطلق يا غالي ولا تبالي. والله يا كركور والله اني بحاول، خليني انا ارمي هاي زي هيك، هيني انا رميتها والله بتدمج كثير. يلا لازم ندمجه اكتر. وينه وينه وينه؟ هاي الاخبطوط صار عنده مليون قدم. هيني ها ها ها، مثل هيك مثل هيك، هيني قاعد انا بضرب فيه. هي بام، لا 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 لا، ضربات بالهواء تبعه اللي بيطلع من فمه. يلا زعرور لازم نقضي عليه. 100% كركور، خليني ارمي مثل هيك. هيني انا رميت، وين راح يروح؟ وين راح يجي؟ وين راح يطلع؟ بام. ابلع 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 ابلع، مش انا اللي بخسر، مش انا اللي بخسر. يلا هي اي 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 اي، لا 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 ما اتفقنا هيك. ضروري كتير صعب هذا اخر واحد. والله يا كركور كتير صعب، كتير دمه كبير. والله كتير دمه كتير. يلا المهم ناخد شوكولاتة احمد البطل. والله كل هذا الاشي فقط عشان ناخد وناكل شوكولاتة احمد البطل. الكل يشتريها حاليا بالاسواق، واذا ما لقيتوها بالاسواق اطلبوها من بائع اللي موجود عندكو. نعم، عشان يجيب لكم اياها. يلا خليني اسوي انا مثل هيك، اضرب. صارت الدنيا مساء. عارف عارف، بس اسرع اسرع اسرع. بام بام بام، يلا يلا الباء، مثل هيك مثل هيك. ايوه 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 ايوه، اضرب. وين 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 وين؟ ها يلا بام، شوفوا الباء راح ينكسر. انكسر على اخر سهم، فزنا. واي بصراحة انتوا رائعين وبتستاهل شوكولاتة احمد البطل. ياي خم 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 خم، انا بدي اكل انا خم خم خم. ياي شوكولاتة احمد البطل.